بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. ناس كتيرة جدا بعتالي وطلب مني أعلقه على الجدل الدائر بخصوص عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم للأيام التسع الأول من ذي الحجة. لكن قبل ما أتكلم في الموضوع ده، أنا عايز أقول كلمتين ياريت نحطهم نصب عنا. أول شيء، إن تصيد الأخطاء لسادتنا العلماء الأفاضل ليس من شيم الإسلام وليس من شيم أهل المروءة والفضل والإكرام، ومهم جدا إن إحنا نلتمس العذر لأي عالم ونفهم أن العالم بشر، من الممكن أن يصيب ومن الممكن أن يخطئ. ورحم الله شيخنا فقد كان دوما يقول: العالم كالبحر، من الممكن أن تنزل في القاع، أي يقصد قاع البحر كقاع العالم، فتجد لؤلؤ ومرجان وقد تجد جيفة وميتة. فلا بد وأن نحسن الظن بعلمائنا وبمشايخنا وبأساتذتنا، ولا بد وأن نلتمس لهم الأعذار وألا نتصيد لهم الأخطاء. الأمر الثاني، وده مهم جدا، مفيش إنسان على وجه الدنيا حوى كل العلم، فممكن معايا حديث ما وصلش لحضرتك وممكن حضرتك عندك حديث ما وصلنيش، لكن لابد وأن يحترم بعضنا بعضا. تعالوا ننقد الأفكار ولا ننقد الأشخاص، تعالوا نكره الخطأ دون أن نسب المخطئ، فيا ليتنا نفهم ونتعلم. طبعا الجدل الدائر حول صيام الأيام الأول من ذي الحجة الكل يستند فيه لحديث: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. والحديث روته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وأرضاها، والحديث صحيح في صحيح مسلم. طيب إيه المشكلة وإيه اللي عمل الخلاف كله؟ الناس وقفت عند ما قالته أمنا عائشة مستندة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم. طيب هل الحديث ده في أحاديث تانية تعارضه؟ أيوة، في أحاديث تانية، من ضمنها ما رواه أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. وعن سيدتنا حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها وأرضاها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد وغيره. تعالوا بنا بقى نقف قدام الأحاديث التي أجازت الصيام أو حكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، وعند حديث أمنا عائشة رضوان الله عليها وأرضاها التي نفت فيه رؤيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام. مهم جدا أن حضرتك تفهم، مش معنى أن أمنا عائشة قالت أن أنا ما شفتش يبقى العمل مكروه أو العمل منكر، أبدا، لأن الصيام من جملة الأعمال الصالحة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضرورة إتيانها وفعلها في هذه الأيام العشر، بل الصيام من أصلح الأعمال، والدليل على ذلك أن له خصوصية خاصة في قول الله عز وجل فيما يرويه لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مهم جدا تفهم ان ستنا عائشة رضوان الله عليها وارضاها ما قالتش لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما قالت ما رأيته، وده يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له اكثر من زوجة، فمن الممكن ان ستنا عائشة رضوان الله عليها وارضاها بتحكي عن اللي شافته في سنة من السنين او في سفر من الاسفار مع رسول الله ترك الصيام لكونه مسافرة او لعذر من الاعذار كأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا، او لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه مخافة ان يفرض على هذه الامة المباركة، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فأمنا عائشة ما نفتش صيام النبي بالكلية، إنما قالت ما رأيته، هي نفت رؤيتها هي، ومعنى أن هي نفت رؤيتها هي يبقى نفت علمها هي، ما نفتش فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ده يدلنا على ايه؟ يدلنا على امانة امنا عائشة رضوان الله عليها وارضاها. هي بتحكي حالها، بتحكي الواقعة المخصوصة التي حدثت معها، ولكن لم تحجر على بقية امهات المؤمنين الذين اكدوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. طب الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويتركها مخافة ان تفرض على هذه الامة، رحمة بالامة. وده اللي يفك الاشكالية بين الاحاديث التي جاءت تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امهات المؤمنين الصيام، وهذا الحديث الذي روته امنا عائشة والتي تنفي فيه رؤيتها لصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. الامر الثاني المهم جدا اللي لازم اقوله لك قبل ما اختم معاك الفيديو، ان الصيام عبادة لها خصوصية خاصة. بالمناسبة العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها الا الله سبحانه وتعالى الصيام. يعني الحج حج لشركاء، الذبح ذبحوا لشركاء، الطواف طافوا بشركاء، الصلاة صلوا لشركاء، التقرب والزكاة تقربوا وزكوا لشركاء، لكن الصيام محدش عبد حاجة من دون الله ثم صام لها. عشان كده ربنا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب يبقى من استطاع أن يفعل وأن يصوم في 9 الأول من ذي الحجة فهذا عمل خير، سنة عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الأعمال الصالحة. طيب يلزم صيامهم كلهم؟ ما لا يدرك كله، لا يترك كله. من الممكن أن يصوم الإنسان بعض الأيام إن استطاع وأن يفطر حال عدم استطاعته، بشرط ألا يترتب على هذا الصيام ضرر يلحق به في صحته أو في بدنه. ليه؟ لأنه سنة زي ما اتفقنا، والمحافظة على النفس فرض، والفرض مقدم على السنة. النقطة الأخيرة اللي بناشد فيها كل أحبائنا وكل إخواننا، إن إحنا لما نسمع أي عالم بيقول أي شيء بلاش نتعرض له بسوء ولا بمكروه ولا بشيء من الوقاحة أبدا، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نوقر علماءنا، ولا بد أن نجلهم، ولا بد وأن نرفع قيمتهم وقامتهم، حتى وإن أخطأوا فكلهم بشر، وما من إنسان منا إلا وله ذلة. ونسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا وأن يتغمدنا برحمته وأن يرزقنا العلم النافع، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.